ريم، ايوه دكتور. ايه اللي هيبقى طالع قدام الناس، السلايد ولا صورتي؟ الاثنين يا فندم. تمام، طلعنا لايف ولا لسه؟ ايوه حالا. تمام خلاص تمام اوكي. اوكي احنا لايف دلوقتي. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم جميعا متابعينا من خلال الزوم وصفحة مدرسة قلعة العلم العالمية. رجعنا لكم من جديد في محاضرة مهمة ومفيدة جدا من سلسلة محاضرات مبادرة خليك إيجابي، اللي بنناقش فيها مواضيع بتهمنا وبتهم أسرتنا. وزي ما تعودنا مستنيين تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم من خلال الشات بوكس في الزوم ومن خلال التعليقات على صفحة الفيسبوك. وبنذكركم برضو بالضغط على الرابط الموجود في الشات بوكس في الزوم وعلى صفحة الفيسبوك لتلقي آرائكم وكمان للحصول على شهادة حضور المحاضرة. تمام. الحقيقة أنا قررت إن السبت الجاي خلاص هبتدي رجيم، كفاية كده. حقيقي الجملة دي أنا وتقريبا أغلبنا بيقولها ورا كل أكلة دسمة بناكلها، وبنحس طبعا بالذنب بعدها، أو لبس بلبسه وشكلي مش حلو فيه، أو كل مرة أنا بروح أشتري لبس وأول ما أدخل على البائع أقوم قايلة له هو أكبر مقاس عندك كام؟ مش عايزه اخش في تفاصيل طبعا. ف بحس باحساس بالذنب وبضيق وان انا مش راضيه عن نفسي، اللي بيخليني عايزه وبقرر وبقول وبحلم وبحاول وبفشل. طيب كتير مننا بيحلم وبيحاول وبيفشل كتير، وبتنتهي المحاولات ديت ان احنا بنرجع اسوأ من الاول في وسائل التغذيه والعادات اللي بنتبعها. الحقيقه ان احنا مش فاهمين ايه الغلط اللي بنعمله. هل الدايت اللي مش شغال ولا انا اللي ما عنديش عزيمه؟ طب ايه الدايت الصح اللي انا امشي عليه؟ طب العزيمه اجيبها منين؟ ايه الغلط اللي بعمله؟ ايه الغلط اللي بعمله ولازم ان انا اتجنبه؟ لازم ان انا اتجنبه بحيث ان انا اقدر اوصل على الطريق الصحيح للدايت الصحيح. معانا النهارده في محاضره ازاي نعيشها صح، محاضره مختلفه جدا جدا. كل اللي اقدر اقوله ان اغلبنا محتاجها جدا، والحقيقه بيشرفنا حضور دكتوره هبه حسام محمد، وهي اخصائي تغذيه علاجيه وسمنه ونحافه، امريكان بورد ان كلينيكال نيوتريشن انترنال اند بيرنال نيوتريشن. مساء الخير يا دكتوره هبه. مساء النور. مساء النور يا مسدني. مساء النور عليكم جميعا. اهلا بحضرتك، شرفتينا. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك. والله يا دكتورة احنا الحقيقة كلنا بنعاني من، مش هنتكلم كمان بالأخص عن الدايت، زي احنا كل أسلوب حياتنا وعاداتنا الغذائية للأسف كلها غلط، وبالأخص بقى احنا كسيدات بنعاني من نقطة الدايت وان احنا بنعمل دايت وبنفشل فيه. فاحنا محتاجين من حضرتك ومن خبرة حضرتك، وتقدري تقول لنا ازاي نقدر نبتدي وازاي نقدر الحلم ده يتحقق؟ تمام. مبدئيا كده احنا يعني حلم الوصول للوزن المثالي ده حلم كل واحدة فينا، كلنا باختلاف أعمارنا وباختلاف خلفياتنا العلمية وباختلاف يعني كل البنات وكل السيدات وكل الرجال دلوقتي الحلم ان احنا ازاي نوصل للوزن المثالي. المشكلة للأسف اللي بتواجه اغلب الناس ان هم بيبقوا مستعجلين جدا، وبالتالي بيدوروا على اكثر الطرق حتى وفي الصوت واضح معايا؟ تمام يا دكتور. تمام. النهاردة احنا عايزين نتعرف مع بعض كده على ايه الطرق المظبوطة اللي المفروض نبتدي بيها علشان نخسر وزننا بطريقة صحية، واهم حاجة نحط تحت صحية 100 خط،
وكمان ازاي نتجنب الخدع او الحاجات المنتشره، خاصه ان دلوقتي كل الناس بتتكلم في التغذيه، وكل الناس بتعرض خدماتها، وكل الناس بتتبادل معلوماتها. ازاي بقى ان احنا نقدر نسلكت او نختار من اللي موجود قدامنا الطرق الصح والمعلومات الصح عشان نقدر نستفيد بيها ونقدر نخسر وزننا بطريقه صحيه. بالضبط. تمام. نعم. مع حضرتك الفضيله يا فندم. طيب تمام. هل الخطوات اللي احنا محتاجين نبتدي بيها الحلم ونبتدي بيها تحقيق الهدف؟ أول حاجة يعني الخطوة الأولانية أو الـ 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 الوضع الأولاني اللي لازم ناخده في الاعتبار التأهيل النفسي. للأسف كلنا بنخش في حاجة اسمها البابلينج دايت أو الفقاعة بتاعت الدايت. يعني أنا نفسي أخس، خلاص هعمل إيه؟ هدخل نفسي في فقاعة مقفولة اسمها أنا عاملة دايت، هنزل يوم الجمعة بالليل بعد ما أكون ضربت الفري ميل المتينة أو العكة المتينة في الأكل، وأقول أنا هعمل شوبينج ليست الدايت، يلا بقى نشتري تفاح أخضر ونشتري جبنه قريش ونظبط خضار سوتيه، ويوم السبت هو اول يوم في الدايت. انا مش عارفه الفكره بتاعت يوم السبت دي الحقيقه جات لنا كلنا منين. نفسيا بنبقى حاسين ان احنا اذا كناش نبتدي يوم السبت الدايت مش هيشتغل، في حين ان الدايت دوت مش كامب او مش فقاعه انا بدخل جواها. الدايت دوت المفروض ان هو لايف ستايل، حاجه احنا يعني بنمارسها على طول، عادات غذائيه بندخلها جوه حياتنا بالتدريج وبنكتسبها بالمران وبالتدريب وتكمل معانا على طول. هي مش فتره محدده احنا عايزين نخسر فيها الوزن فحقرص على نفسي فيها واشد على نفسي فيها وبعد كده الدنيا تبوظ مني. تمام بالظبط. من الحاجات الثانيه كمان، اتفضلي 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 يا فندم اتفضلي كمان. من الحاجات التانية كمان اللي يعني بتقابلني حتى مع الحالات، ان هي مجرد ما تبقى بتسيستم دماغها ان هي هتبتدي دايت، ان اول حاجة اعملها هروح اشترك في جيم. طب انت كنت بتعملي رياضة قبل كده؟ لا. طب انت كنت بتمشي قبل كده؟ بتروحي مشاويرك ازاي؟ بالعربية. طيب بتتمشي في النادي وانت مستنية الولاد في التمرين؟ لا والله انا قاعدة مع صحابي. طيب انت من الاقصى الشمال لاقصى اليمين، اول ما تبتدي تقولي انا هبتدي دايت هعمل اشتراك في الجيم، طيب يعني يا ست كل واحده واحده ابتدي امشي معايا الاول خطوات، احرك رجلي امشي ربع ساعه في نص ساعه وابتدي بالتدريج. اكبر يعني اكتر خطوات الفشل ان انا اروح من اقصى اليمين لاقصى الشمال في اي حاجه، اهم حاجه التدريج. مابقاش مبوظه الدنيا خالص واجي اقول لك اقطع نشويات، مابقاش ما بمشيش خالص وما بتحركش خالص واقول لك اروح ارفع اوزان او اشيل حديد في جيم. التدريج اهم حاجه. بالضبط. طب ممكن حضرتك تفهمينا اكتر ايه معنى كلمه فقاعه الدايت؟ يعني مقصود بيها ايه بالضبط؟ فقاعة الدايت يعني إيه؟ أو ده هو مسمى مش متعرف عليه، يمكن أنا اللي بلجأ له علشان أقرب شوية الفكرة للحالات أو لأي حد بيسألني. فكرة إن أنت تعملي لنفسك عزل جوه ظروف خاصة مش متأقلمة أو مش متجانسة مع المجتمع اللي أنت عايشة فيه، يعني إيه؟ أو اللي أغلب الناس عايشة فيه. إحنا شعوب بطبيعتنا الأكل داخل في كل احتفالاتنا وفي كل اجتماعاتنا وفي كل يعني في كل ظروفنا الحياتية، الأكل هو الأساس. احتفال بيبقى أكل، زعل بيبقى أكل، ايموشنال سوري التوتر بيبقى أكل. وبالتالي إن أنت تخشي في فقاعة مقفولة تنعزلي فيها عن عيلتك، أنا مش هاكل من الأكل اللي أنتوا بتاكلوه عشان أنا عاملة دايت، أنا مش هخرج معاكوا عشان عاملة دايت، بفضل محبوسة في الدايت. لو أنت سوبر قوي قوي قوي، لو أنت يعني خلاص عارفة قوي قوي تسيطري على نفسك، هتستمري جوه الظروف دي قد إيه؟ حضرتك يا مسز دريم لو داخلة في الإكستريم بتاع أنا هعمل دايت ومش مش هاكل ومش هخرج مع أولادي أو مش هخرج مع أصحابي، ممكن تكملي لمدة قد إيه؟ أنا عن نفسي تجربة شخصية فعلاً أنا كان أقصايا شهر وخلاص. حلو قوي. وانت كده سوبر قوي شهر ده، وبعد الشهر ده بتعملي ايه؟ انا عايزه اسمع منك انت كاكزامبل. لا يعني لا فعلا لا انا رجعت فعلا. اولا انا نزلت بتاع مثلا 17 كيلو وفرحت بيهم ورجعت اسوأ من الاول، بقى قلت خلاص ابقى اكررها تاني. ليه؟ لان انت بتحطي نفسك تحت ضغط فظيع، تحت ضغط نفسي فظيع، حرمان من اكل معين بصوره معينه، حرمان من اوضاع اجتماعيه معينه، رايحه لحماتك، رايحه لمامتك، لا يا ماما انا مش قادر اكل معاكوا اصلا عامله دايت، اصحابك عاملين جاذرينج، لا انا مش قادر اخرج معاكوا او مش هقدر اكل معاكوا وهم بياكلوا اصلا عامله دايت. يعني تكوينة الحرمانات المتكرره ديت وسلب الجسم من احتياجات
غذائية وسلب النفس من احتياجات معنوية بتخليه للأسف يرتد وبأقصى سرعة، زي السوستة. عارفة لما تمسكي السوستة وتشديها بالجامد وتسيبيها مرة واحدة، بالظبط. عمرك بقى ما هترجعي لنقطة الصفر تاني. عمركم يا جماعة ما ترجعوا لنقطة الصفر تاني لو رجعتوا بعد حرمان، لازم هترجعوا بالماينس، هترجعوا الجسم عايز يعوض كل اللي فات، فتخشوا في كريفنجز ونهم رهيب ان انا عايز اعوض ده وعايز اكل ده. انا بقالي كتير ما اكلتش عيش، بدل ما اكل رغيف هاكل ثلاثة أربعة، انا بقالي كتير ما اكلتش سويت، بدل ما اكل واحد هاكل اثنين وثلاثة وأربعة، وهكذا. وبالتالي نرجع تاني بظهرنا وأكثر من الأول كمان. ايوه تمام. طيب بالنسبه لخطوات النجاح في الدايت، ايه بالظبط الستبس المفروض امشي عليها بالترتيب بحيث ان انا فعلا امشي سلمه سلمه اللي بيه ما ارجعش تاني لورا او ما اعملش غلطه تخليني ارجع من الصفر تاني؟ تمام، زي ما قلنا الجولدن كي او المفتاح الذهبي للموضوع التدريج، وانا عشان اوصل للتدريج لازم اكون حاطه لنفسي حاجه اسمها سمارت جول او هدف ذكي. يعني ايه سمارت جول؟ يعني ما اجيش مثلا بتجيلي كده حالات تقول لي ايه، بص يا دكتوره انا فرحي كمان او عندي فرح كمان شهر، انا عايزه اخس 10 كيلو في الشهر ده، ده سمارت جول؟ هل ده هدف ذكي؟ احنا لو بنتكلم على الطرق الصحيه لخساره الوزن، مش بتكلم على الطرق المش سويه لخساره الوزن، هل ان انا اخس بطريقه صحيه 10 كيلو ده هدف ذكي؟ لا مش ذكي، ومش ممكن يتحقق بالطرق المظبوطه ابدا ابدا. وبالتالي لما ما بوصلش للهدف دوت رغم ان انا حطاه وعامله كل العوامل اللي عليا برجع احبط جدا. تمام، فالاساس في الموضوع ان انا احط هدف ذكي واشتغل عليه، ما احطش هدف تعجيزي وارجع افشل فيه، ده رقم واحد. تمام، بعد اذنك يا دكتور ممكن بس سؤال هنا. طبعا. طيب حضرتك شايفه ايه الماكسيمم في عدد الكيلوات المعقوله اللي انا كده بكون في الرينج الامان، ما اكونش تمام مثلا ببالغ حتى او كده؟ تمام اولا خساره الوزن اسبوعيا او شهريا ديت مساله فيها يعني فاريشن فظيع ما بين كل واحد والتاني، في انديفيدولايزيشن في الموضوع، ما ينفعش ابدا اقول ان الناس لازم تخس قد كده في الكيلو في الاسبوع. ولكن علشان نقول ان احنا بنخس بطريقه صحيه ونبقى ضامنين ان احنا بنخس دهون مش عضل وميه، ودي بوينت مهمه جدا هنتكلم فيها بعدين، على الاقل عندك من نص كيلو لكيلو، بتختلف بقى اذا كنت عملتي دايت قبل كده ولا لا، بتعملي رياضه ولا لا، راجل ولا ست، طفله ست سنها صغير ولا ست سنها كبير، في بيريد ولا ما فيش بيريد، عوامل كتير جدا بتاثر. لكن نقدر نقول ان في المتوسط من نص كيلو لكيلو تقريبا، وعلى حسب انت انهي مرحله في الدايت، اللي بادي دايت مش زي اللي مثلا خسر عدد كيلوات معين ومكمل، يعني طبيعي ان الجسم بيبتدي يريزيست او يدخل في بلاتو بعد فتره من ان انت تمشي على دايت. طيب هنتكلم دلوقتي عن خل التفاح، وجالنا عليه تساؤلات كتير يا دكتور، وبيقولوا ان خل التفاح بيعمل حصاوي في الكلى، هل ده صحيح؟ وهل هو فعال فعليا ولا بناخده خلاص كده ما فيش له افاده؟ خل التفاح يعني من الحاجات اللي فعلا يعني حتى يعني كذا مؤتمر حضرناه مؤخرا وكذا ويبنار حضرناه فعلا ان هو ليه تاثير، وتاثير كويس جدا في نزول الوزن، خاصه في نزول البطن او الفيسرال فاتس زي ما بنقول، اللي هي البطن الدهون الخاصره اللي بتبقى موجوده عند كل الستات تقريبا. بس عشان ناخد خل التفاح مظبوط لازم يبقى فيه شروط معينه التزم بيها. تمام، الشرط الاولاني نوع خل التفاح اللي انا بجيبه، مش اي خل تفاح في السوق للاسف هو يعتبر خل تفاح يعني يعتمد عليه، لازم يكون with mother او يكون مع لبابه التفاح، لازم يكون اورجانيك، يعني يكون حاجه اورجانيك ما يكونش حاجه مصنعه. واخده بقى ازاي وامتى دي حاجه مهمه جدا، ابدا ما اخدش خل التفاح على معده فاضيه، حكايه ان انا هاخده على الريق والناس اللي بتاخده على الريق ده غلط كبير، ابدا ما اخدوش في صوره مركزه، لازم اخففه، ما اشربوش ابدا كده بالكوبايه، لازم اشربه بشاليمو او بسترو علشان المينا بتاعت السنان ما تتاكلش، واخده بعد وجبه، مهم جدا ان اخده بعد وجبه، يعني حته ان انت تاخدي خل التفاح على المعده فاضيه دي من الحاجات الغلط جدا والشائعه جدا ان هو يتاخد على الريق، لا مش مظبوط الكلام ده. ف وما استناش ان هو يجيب نتيجه بقى اللي هو انا خدت النهارده او بكره يبقى بكره ان شاء الله هلاقي نفسي دهون بطني اتحركت، ومش لوحده، مع تنظيم الاكل، مع رياضتنا، مع التمارين اللي ممكن نعملها لمنطقه البطن. تمام، طب بالنسبه لمواعيد الاكل يا دكتور، بالنسبه لمواعيد الاكل
حضرتك بتقولي تثبيت مواعيد الاكل. طب انا مثلا واحده بشتغل عندي مشكله مثلا ان وجبه الغداء جايه في وقت انا مضطره انها تبقى متاخره، وسمعنا ان الاكل متاخر غلط. طيب ايه الحل اللي يقدر ينفعني انا بحيث يكون في مرونه، انا ينفع اخر شويه، طب ابتدي امتى اقدر احل مواضيع الاكل خصوصا مع الناس اللي بتشتغل، ازاي اقدر احلها يا دكتور؟ تمام. الاول بس نقطه قبل موضوع تثبيت مواعيد الاكل، في نقطه مهمه جدا جدا، يعني عايزه بس يعني اشير اليها. من فضلكم اتعاملوا مع نفسكم على انكم بشر مش على انكم الات. تمام. ما تتعامليش مع نفسك على انك روبوت ماشي على خط مستقيم ما ينفعش يروح يمين او شمال ابدا. يعني والا الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش قال ان الايمان يبلى كما يبلى الثوب. اذا كان الايمان بيطلع وبينزل، التزامك انت في دايت اللي هو اصلا في شهوه الاكل اللي هي اكتر شهوه ممكن تكون الناس بتستمتع بيها في حياتها، مش هتطلع وتنزل. فابتدي طريقك وكملي، ولو وقعتي في النص قومي نفضي هدومك وكملي تاني. ما تقفيش عند نقطه انا فشلت، انا مش كويسه، انا ضعيفه، ابدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، كافئي نفسك. يعني لما تلاقي نفسك انجزتي 3 ايام او 4 ايام، والاربع ايام دولت كانوا قبل كده مثلا الدنيا بايظه معاكي طول الاسبوع والتزمتي 4 ايام، ما تقوليش انا ما كملتش الاسبوع انا وحشه، بالعكس كافئي نفسك على الاربع ايام دولت. الاربعه هيبقوا 5، هيبقوا 6، وهيبقوا بعد كده لايف ستايل تكملي على طول. تمام. بالنسبه لبقى تثبيت مواعيد الاكل، المقصود بتثبيت مواعيد الاكل مش ان انا كل يوم يبقى اكلي في ميعاد ثابت، لا، المقصود بيها ان انا اخلي الايام سوري الوجبات بتاعتي في تايم انترفل هو اللي ثابت او منتظم، علشان احافظ على نسبه السكر ومعدل الانسولين في الدم. ودي هنتكلم فيها موضوع سكر الدم ونسبه الانسولين في الدم، دي لازم هنتكلم عليها قدام ان شاء الله. تمام. نقطه كمان بقى مهمه قوي، معلش هي ايه مش دارجه قوي ان الدكاتره يتكلموا فيها، بس هي صدقوني فعلا حاجه مهمه قوي. ما تتكلميش مع حد انك عامله دايت. انتوا ليه يا جماعه بتقولوا اصل انا عامله دايت؟ النقطه دي مهمه قوي. ما تتكلميش مع حد انك عامله دايت. الموضوع ما نتكلمش في الدايت ده من يعني انا السؤال بس جه على طول على بالي، يعني هو من باب ايه، الحسد ولا المقاطعه ولا من باب ايه بالظبط؟ لا هو من باب الحسد ده اوكي، يعني مفيش مشكله، يعني انا يعني مش حاجه، انا الصوت واضح يا ميسيز ريم؟ الصوت عندي بيريبيت. واضح، اتفضلي. تمام. الحسد اوكي طبعا مفيش مشكله، انا ما بحبش اتكلم عن حاجه بنجزها علشان يعني ما تتنظرش زي ما بيقولوا، لكن مش هو ده الاساس. الناس قدامك هيتعاملوا معاكي بطريقتين، يا اما هيقول لك انت كده حلوه مش مستاهله، انت دي عايزه تخسي، يا اما خلينا ناكل وهعزمك. بالظبط. تمام. يا اما نوع تاني بقى هيبقى لطيف جدا خالص، انا عندي مشكله في الصوت، الصوت مش واصل لحضرتك كويس. لا انا صوتي بسمعه ايكو، يعني بسمعه تاني بيتكرر ورايا. كده تمام. تمام كده تمام. كده تمام. طيب يا اما هيقول لك لا انت حلوه ما تخسيش الدنيا مش عارف ايه، وهيحبطك كويس، وده اغلب الشائع، يعني الشائع ان لا يعني ما تعمليش دايت الدنيا. والنوع الثاني زي ما احنا قلنا كده ان هو عايز يعمل زيك مش قادر يعمل زيك، فهيبتدي يقول لك انت شكلك تعبان، شعرك مش عارفه ايه خف، وهيبتدي يحبطك بطريقه اخرى. بالضبط. تمام. 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 طب انا برضه سامعه ايه عندي، اقدر اتحكم في عزيمتي حضرتك؟ طيب في حد عندك فاتح اللايف من جهاز تاني مثلا، فممكن يكون عامل كده عشان كده عامل ايكو؟ لا لا لا. طيب تمام. انا بالنسبه لي صوت تمام. طب ازاي تمام. فانا جايبه لهم ازاي انا هقدر امسك نفسي ان انا ما اضعفش قدامها، هي هل في حاجه غير العزيمه مثلا او ايه، ازاي اقدر اكلم نفسي فيها يعني؟ طيب اولا انا علشان ارمي كل حاجه على العزيمه والاراده يبقى انا كده
بخلي كل الناس مش قادرة يعني مش قادرة توصل للبوينت اللي أنا بتكلم فيها، لأن طب كلنا بنقول يلا خلي عندنا إرادة، أنا مش عارف يخلي عندي إرادة، طب أعمل إيه؟ رقم واحد شيلي المغريات من قدامك. تمام. بمعنى عندك في المطبخ سويتس بتاعت الأولاد والحاجات دي كلها، حاولي إنكي تستبدليها بحاجات تانية صحية إنتي تقدري تستخدميها معاهم، لكن ما بقاش حاطه قدامي بسكتس والشوكولاته اللي هي البرطمانات والشيبس والحاجات دي كلها، وبعد ما الولاد يخشوا يناموا او في وسط النهار الاقي الحاجات دي قدامي واطالب نفسي ان انا اقاومها. مرحله معينه هتقدري تقاوميها وهتبقي خلاص بقيتي ملكه نفسك، لكن في اول مشوار الدايت مش من السهل ان الناس تقدر تقاوم الحاجات اللي هي متعوده عليها اصلا. ده ايوه رقم واحد. رقم اتنين، دايما خلي تلاجتك او دولاب المطبخ عندك فيه حاجات جاهزه تقدري تمدي ايدك عليها امان بالنسبه لك وتاكليها. انت هتشبعي، المشكله بقى هتشبعي بايه؟ لو لقيتي عندك حاجه متقطعه في الثلاجه، فاكهه او خضار متقطع في الثلاجه، هتقدري تطلعيه وتاكليه. لو لقيتي عندك زبادي او وات ايفر، يعني اي، انا مش بتكلم على اصناف معينه او مجموعات غذائيه معينه، خلي بدائل الدايت بالنسبه لك موجوده وات هاند، يعني تقدري تسحبيها في اي وقت وتاخديها، بدل ما تلاقي البسكوتات والحاجات الشيبس الحاجات الجاهزه هي اللي موجوده وتقدري تسحبيها. دي تاني نقطه مهمه جدا. تمام. الحاجه بقى الثالثه، ودي حاجه يعني بتساعد جدا، بس يعني للي عنده صبر يعملها، بس فعلا صدقوني بتساعد جدا، ان انت تكتبي الفود اجنده بتاعتك. يعني ايه الفود اجنده بتاعتك؟ عندك كده كراسة لطيفة مترخة بالأيام بتاعتك، كل يوم النهاردة يوم كذا تاريخه كذا، يوم كذا تاريخه كذا. قبل ما تاكلي الحاجة بسرعة خليها جنبك في المطبخ، قبل ما تاكلي الحاجة تطلعي ورقة وقلم وتكتبي على طول الحاجة ديت اللي هتاكليها وكلتيها الساعة كام. كونك هتكتبي الحاجة وتفكري قبل ما تاكلي، ده فرملة مهمة جدا جدا جدا، وبتساعد ان انت تلحقي نفسك لو انت مش جعانه قوي ودي رمرمه بالنسبه لك، او لو انت بتاخدي حاجه مش صحيه تفكري قبل ما تاكليها، لان انت اوريدي بتكتبيها، كانك بالظبط بتنقلي المايندلس ايتنج على حاجه مكتوبه في ورقه قدامك، وبالتالي بتفرملي نفسك. الحكايه دي بتخلينا نفكر قبل ما ناكل، وبتقلل بنسبه كبيره جدا 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 دروبات في وسط الاسبوع من الدايت اللي احنا ماشيين عليه، وبتحمي كتير جدا من الغلطات اللي ممكن نمشي عليه اللي ممكن نقع فيها في وسط الاسبوع. تمام. خلي كمان في الفود اجنده بتاعتك خانه للميه تعملي فيها كده انا شربت كام كوبايه ميه، وخانه تانية للفيزيكال اكتيفيتي اللي انت عملتيه. لو ظبطتي الفود اجنده ديت اسبوع ورا اتنين ورا تلاته، في الاول هتبقي بتحتاجي تكتبي، بعد كده هتبقي ماشيه زي الريموت، خلاص جسمك حفظ وانت عاداتك الغذائيه ديت اكتسبتيها، والفود اجنده دي بتبقى بمثابه توثيق للعاده اللي انت اكتسبتيها ديت. تمام يا فندم. طيب هل فعلا النوم، ان انا ما باخدش كفايتي من النوم، بيبقى ساعات عندي ارق، هل فعلا ان انا ما اكونش بنام كويس حقيقي بيأثر، ولا يعني على الدايت لا مش فارق؟ اصل انا بشوف ناس بتسهر وبتخس عادي جدا، ففعلا هل النوم له تأثير فعلي وقوي تمام. على الدايت؟ النوم وقت وكمية. فاكرين زمان واحنا صغيرين، لما مش واحنا صغيرين، لما كنا لسه بقى جايبين بيبي جديد، كان يقول لك ان النوم اللي البيبي بينامه ده بمثابه وجبه كامله. يعني يقول لك ايه، لما يكون البيبي راضع كويس ما تصحيهوش وتقلقيه لو هو نايم، النوم اللي هو نايمه ده بمثابه وجبه. ساعه النوم او ساعات النوم اللي بننامها ديت من اهم الريجيليشنز اللي ربنا حطها علشان تنظم كيمياء جسمنا كلها، الاسترس والحرق والنمو للاطفال وحتى للكبار، التركيز، حاجات كتيره جدا بتظبط خلال النوم. حتى الاطفال يقول لك خلي الطفل ينام بدري، لان الساعه 12 بالليل الجروث هرمون بيوصل للماكسيمم ليفلز بتاعته، علشان كده لازم الساعه 12 يكون نايم ديب سليب، مش لسه بيتقلب. بالنسبه لنا احنا كمان في موضوع الدايت وعلاقه النوم بالدايت، انت لما بتسهري بعد بالليل بعد الساعه 12 في هرمون الجوع بينشط جدا في الوقت ده اسمه الجريلين. هرمون الجريلين دوت لما بينشط بالليل وانت صاحيه، انا بسميها كده، بقول للحالات انتوا كده بتواجهوا الوحش لوحدكم بالليل، انت حطيتي نفسك في مواجهه مع الوحش لوحدك من غير اي سلاح، صاحيه انت وهرمون الجريلين، وريني مين فيكم اللي اشطر، انا اللي شاطر وهعرف اتغلب عليكي واخليكي تاكلي وتعكي الدنيا بالليل، ولا انت اللي هتقعدي بقى متعذبه حاسه بالجوع قاعده عماله تفركي في مكانك. النوم البدري مهم جدا 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 جدا.
من الحاجات كمان اللي بتعلى قوي لما النوم ما بيبقاش منتظم الستريس هرمونز، الكورتيزول والابنفرين والنور ابنفرين والحاجات دي كلها. لما الستريس هرمونز بتعلى للأسف بتأثر على الحرق بتاع الجسم جدا. طب هي الفكرة ان ساعات فعلا احنا ممكن نكون بننام علشان نبعد بره، شبح الايه انك تستفردي بكوباية شاي بلبن وبسكوتة وشوكولاتة، بس فعليا ساعات الواحد بينام ويقوم على هبوط، الهبوط ده حقيقي ولا وهم؟ لا دي على عايزين حسب نعرفها بقى، بجد. بتقومي على هبوط. يعني ايه هبوط؟ ديفاين كلمة هبوط، دايخة يعني ولا دايخة دايخة وحاسة انك دقات قلبك بتتسارع كده ولا مش مظبوطة، وفي حاجة بتقولك انت عايزة سكر، انت عايزة حاجة فيها سكر. لازم تكوني واخدة سعراتك على مدار اليوم كويس، واخدة المجموعات الغذائية كويس بما فيها النشويات كويس قوي قوي، ومقسمة الوجبات ديت على مدار اليوم، وتاخدي وجباتك المشبعة وتبقي متعشية كويس. الناس اللي بتنام من غير عشاء، اصل العشاء هيطخني يا جماعة، ما انتوا هتقوموا على نهم وعلى كريفنجز فظيعة، هتخليكي تاكلي الصبح كمية عك فظيعة. ادوا للجسم احتياجاته بانتظام علشان الجسم ما يطالبكوش بحاجات اكستريم وترجعوا تلوموا نفسكم انا بوظت الدنيا ليه. طيب دكتور، في معانا سؤال هنا بيقول هل النزول في اللبس وما بيظهرش في الميزان ده دليل ان انا ماشية صح ولا ماشية غلط؟ السؤال ده حلو جدا 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 جدا. حضرتك دلوقتي جسمك ده متكون من ايه؟ عضل، ميه، دهون. احنا بنتارجت في خساره الوزن بصوره صحيه مين؟ الدهون. الدهون هي اللي بنتارجتها في خساره الوزن. سيبكم من الناس اللي بتعمل انواع دايت مش صح وكيميكال دايت بتكسر في العضل وبتنزل الميه، بتنزل الميزان بسرعه وبتسيب الدهون زي ما هي. دلوقتي انت عايزه يبقى شكلك، انت حطي كده قدامك التارجت اللي بتتكلمي عنه، انت عايزه تبقي ايه؟ واقفه قدام المرايه لابسه شكلك حلو وجسمك نازل، ولا عايزه ميزانك يتحرك؟ لو عايزه ميزانك يتحرك وحاسه انك انت هو ده الساتسفاينج بالنسبه لك، يبقى بسرعه يلا اعملي كيميكال دايت، كسري عضلاتك ونزلي الميه بتاعتك ومفيش مشكله. لكن لو عايزه بقى الكلام المظبوط ان انت مقاساتك هي اللي تتغير، يبقى دي الجود انديكيتر ان انت خسرتي من الدهون بتاعتك. تمام؟ انا دايما اقول للناس يا جماعه احنا مش هننزل، مش هنمشي معلقين الميزان، احنا مش هنمشي معلقين بصوا يا جماعه انا رقمي على الميزان كام، لا. لكن انت حقيقي حقيقي هتبقي مبسوطه وانت بتشتري مقاس اقل، بتلبسي اكس لارج بقيتي لارج، بتلبسي لارج بقيتي ميديوم، ده معنى كده ان انت خسرتي من الدهون بتاعتك. تمام. في معانا سؤال بيقول ازاي اقدر في رمضان اعمل دايت وانا في رمضان طبعا الصيام فبنفطر محتاجين سكر جدا، في حاجة معينة في مثلا هنقول لها هتاخدي في حدود وما تتعديهاش ولا لا قطعيا مع الدايت مفيش اي برضو احنا سكريات؟ بنتكلم على الدايت على انه مرحلة او على انه فترة مش على انه لايف ستايل. رمضان زي اي شهر تاني، اللي بيختلف فيه ان احنا بنقعد فترة طويلة ما بناكلش. طب دي ميزة ولا مش ميزة؟ هي سلاح ذو حدين. انت بتقعدي فترة طويلة ما بتاكليش، شطارتك بقى في الوقت اللي بعد الفطار هتاخدي اكتر من سعراتك ولا خلال سعراتك؟ في ريجيوليشنز معينة كده بتتبعها مع الحالات علشان تنظم الوقت اللي بعد الفطار. استاذنك ناجلها، ناجل تمام الكلام عن رمضان لغايه الاخر علشان بس ما يقطعش السيكونس بتاع السلايدز، بس وفكريني هقول لك بالظبط حاضر. هنعمل في رمضان كذا، هنعمل كذا، هتفطري على كذا، نحاول نتجنب كذا، وهقول التفاصيل كلها، بس خلينا ماشيين بالسيكونس وبالترتيب بتاعنا. تمام، طيب ده السؤال، السلايد دي اجابه السؤال اللي كان قبلها، الميزان وبعبع الدايت. أنا الميزان ده نفسي أكسره، يعني نفسي الناس تعتمد على الميزان الإنبادي فقط. موازين البيوت دي ظلمة ظلمة ظلمة، أنت على الميزان بتقفي بتوزني كتلة، كتلة جسمك على بعضها زي ما هي، بدهونها بعضلاتها بميتها، رقم كامل. لكن هل الميزان دوت إنديكيتر إنك بتخسي ولا لأ؟ أبدا أبدا. أنت ممكن قبل أول ما تصحي ميزان وبعد ما تصحي، يعني ميزانك أنت كشخص واحد على مدار اليوم بيبقى مختلف. خلينا نشوف الصوره كده اللي موجوده في السلايد عشان نقدر برضو نحدد الايرور جاي منين. شايفين قطعه الماسلز الحمراء او قطعه اللحمه الحمراء ديت قد ايه؟ باينه صغيره، جنبها دهون قد ايه؟ الاثنين اللي في الصوره دول ده كيلو وده كيلو،
تمام؟ لكن ايه اللي مختلف ما بين الاثنين؟ الفوليوم بتاع القطعه الحمراء ديت والفوليوم بتاع القطعه الصفراء ديت. انا مش مهم خسرت قد ايه على الميزان، كيلو اتنين، لا المهم خسرت منهم قد ايه دهون، لان هم دولت اللي هيعبروا لي في الهدوم وفي الشكل وفي المقاسات. زي الشخص اللي واقف كده على الجنب هنا، ده 80 كيلو وده 80 كيلو، بس ده 80 كيلو قد ايه منهم عضل وقد ايه منهم دهون، واللي جنبه نفس الكلام قد ايه دهون وقد ايه عضل. فالميزان مش انديكيتر، مقاساتك هي اللي انديكيتر. انت حاسه بايه ده انديكيتر؟ في ناس كتيره جدا بي 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 وده والله العظيم من انجح الشخصيات اللي بتقابلني، انا حاسه ان انا خفيفه، دكتوره انا مش عايزه اوزن، انا والله ربنا يخليكي مش عايزه اوزن ومش عارفه اقيس بالمزوره. طيب انت حاسه ايه؟ لا انا حاسه ان انا خفيفه. احساسك ان انت جسمك خفيف من اهم الانديكيتورز اللي اقدر اعتمد عليها انت ماشيه صح ولا ماشيه غلط. انواع الموازين، الموازين الديجيتال والسكيل العاديه في البيت ديت مش مقياس، ارجوكم من فضلكم اعتمدوا على الميزان التحليلي الان بادي اللي بيحلل جسمك نازل قد ايه دهون وقد ايه عضل زاد وقد ايه ميه في الجسم. طب كل قد ايه انا اقدر اوزن يا دكتور؟ كل قد ايه؟ مهم السؤال برضه. حته ان انت توزني كل يوم الصبح دي مش صح، ولا ان انت توزني كذا مره في اليوم دي صح. الحاجات دي كلها ما هي الا اثقال بتشدك لتحت. زي ما قلنا جسمك انت خلال اليوم ممكن يدي 20 قرايه مختلفه. الميزان يكون مره واحده في الاسبوع، ويا حبذا لو مره كل اسبوعين، ويكون الصبح بعد ما تكوني دخلتي الحمام وتكوني لسه ما اكلتيش اي حاجه خالص خالص، وطبعا ما تكونيش عامله رياضه، لانك لما بتمارسي رياضه العضلات بتتشبع بنسبه ميه فبتدي قرايه اكتر على الميزان. فالميزان يكون كل اسبوعين او كل اسبوع، يعني لو لسه في اول الطريق ومش قادرين نتخلى عن الميزان قوي، ويكون الصبح بعد دخول التويلت وبعد وقبل ما تكوني فطرتي اي حاجه. دكتور في معانا هنا سؤال، انا معي تضخم دهون ووزني 53، اعمل ايه؟ يعني ايه تضخم دهون؟ انا محتاجه افهم الكلمه، يعني ايه تضخم دهون؟ يعني سمنه موضعيه في اماكن معينه، ولا يعني عايزه افهم بس الكلمه، يا ريت بس تساليها او هي لو سمعيني ان شاء الله. لو يا ريت تفسر لنا اكتر عشان نقدر نفيدك ونرد بالتفاصيل اللي حضرتك محتاجاها. وزن 53 ده وزن قليل، معنى ان هي بتقول كلمه تضخم دهون معنى كده ان هي بتشتكي، على ما اعتقد يعني لو هي بس ترد عليا ان هي بتشتكي من سنه موضعيه معينه، ودي ليها حلول كتيره لو هي اكدت عليا بس الاجابه اقول لها عليها. تمام اتفضلي. طيب هنا بالنسبة لشرب المية وأهميته. لا هنا دي دورة الخلايا الدهنية. انت عملتي سلايد مكان سلايد. تمام كده. تمام. انا عايزة اسأل فعلا عن شرب المية بغض النظر عن السلايد. تمام. شرب المية، يعني هاتيلي واحدة من اللي بتسمعنا دلوقتي ما جريتش على الصيدلية في يوم من الأيام عشان تشتري دواء تخسيس، صح؟ يعني نفسي كده يردوا على الـ على الـ على الـ على الكومنتس يقولوا انا 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 وبمنتهى الشجاعه وانا اولكم. ادويه التخسيس وبلاويها وهنتكلم عنها، وربنا مدينا دواء سحري يساعد على الحرق وينظف الجسم ويعمل ديتوكس ويشبع الخلايا ويخليها نضره ويعمل ريجنريشن ويعمل بيشيل الفري راديكلز او الشقوق الحره. الميه ربنا قال في القران، يعني هو كل شيء حي من الميه. المية هي الأساس في كل حاجة. شبعي جسمك مية، شبعي الخلايا بتاعتك مية، هتحسي بإحساس بالشبع وهتحسي إن أنت نشيطة وهتحسي إن بشرتك أحسن. المية أساس. بصي ابتدي كده الدايت بتنظيم المية، وتعالي قولي لي أنت مع تقليل مية، مع تقليل أكل بسيط بس، جبتي نتيجة قد إيه. طب الديتوكس حضرتك بتنصحي بيه؟ الديتوكس اللي هو ميه حاطين عليها حاجات، خيار وشرايح ليمون وتحسي البتاع مليانه. واي نوت، ليه لا؟ واي نوت، ليه لا؟ بس هي مش، اصل في ناس تعتمد يا جماعه ان الديتوكس دوت انا هعمله وهشرب منه رايح جاي عشان اخس. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. لكن الديتوكس ده بتتكلمي على شويه فواكه او شويه خضروات، الفايده بتاعتها او الفيتامينز بتاعتها بتنزل في الميه في صوره منقوع وانت بتشربيها، اهلا وسهلا، ليه لا؟ بالعكس. تمام. بس يكون طعمها حلو عشان في ناس بتعذب نفسها بحاجات غريبه بصراحه قوي. جدا فعلا. دكتوره هي ردت علينا بتقول تضخم دهون بمعنى بشرتي دهنيه، بشره وشها يعني ومنطقه الانف والدقن، بالاضافه انها لو مشيت خطوتين مع ان وزنها قليل 53 بتتعب جدا.
لا بصي هقول لك على حاجه، موضوع بشرتها دهنيه والكلام ده كله ده بيرجع لطبيعه بشرتها، واعتقد دكاتره الجلديه يفيدوها بصوره افضل في الموضوع دوت، ده ما اسموش تضخم دهون، عشان كده استغربت الكلمه وحبيت ان انا استفسر عنها. تمام. بشرتك دهنيه، ده طبيعه البشره، البشره بتبقى بشره دهنيه او جافه او بشره مختلطه، فاعتقد ان ده طبيعه البشره، ملوش علاقه بان جسمها فيه دهون ولا لا، يعني ممكن تكون حد رفيع جدا زيها كده فعلا ويكون بشرته طبيعته مختلفه، مدهنية يعني مش عادية أو مش جافة. أيوة. بتمشي بتنهج الأول بتنهج وهي وضعها عامل إزاي في أي وقت من اليوم، بتبقى واكلة كتير ولا لأ، متعودة تمشي ولا بتفاجئ نفسها إن هي مثلا تكون ما بتمشيش خالص، ولاقيها مشيت مثلا ساعتين ثلاثة فتبقى تعبانة. الحاجات الصغيرة دي بتفرق جدا في الايه، في مرونة يعني الجسم، وبتفرق في حي... بتفرق في ال... في القدرة بتاعة الجسم على ان هي تمارس فيزيكال اكتيفيتي بانتظام. الدهون اللي في الوش ملهاش دعوة بالجسم، ده برضو لا تايتل طبعا مهم يعني. في اكلات طبعا بتزود دهون الوش وبتزود الافراز، بس الاساسي ان طبيعة البشرة دهنية. وبرضو ارجع واقول دكاترة الجلدية هيفيدوها اكتر في موضوع بشرتها وفي موضوع الوش ده. تمام تمام طيب بالنسبة في السلايد هنا بيتكلم عن نسبة الدهون اللي بتنزل، فحضرتك ممكن تمام تشرحيها لنا أكتر طيب الخطوات واحدة واحدة. تمام السلايد دي بترد على سؤال تقريبا كلنا عدينا بيه، انا عامل دايت وعامل اللي عليا، منظم اكلاتي وبعمل رياضه، وميزاني ابن الذين ما بيتحركش، انا واقف على الميزان هو ايه السبب؟ طبعا احنا النتيجه للكلام ده ان والله العظيم الدنيا بايظه، طب انا هخربها وهرجع ابوظ الدنيا، ما انا كده كده ميزاني ما بيتحركش، عشان كده بقول لكم ما تعتمدوش على الميزان. تمام؟ ايه التفسير العلمي اللي بيحصل لثبات الميزان وقت طويل او فترات من خلال رحله نزول الوزن؟ الخلايا الدهنيه بتبقى مليانه دهون، تمام؟ تيجي انت تنظمي الاكل بتاعك وتبتدي تقللي الكالوريك انتيك، او تبتدي تغيري نوعيات الاكل اللي بتاكليها وتعملي رياضه وكذا كذا كذا، والكلام الخطوات اللي احنا يعني بننصح بيها، او اللايف ستايل الموديفيكيشن اللي احنا بننصح بيه باستمرار، اللي بيحصل ان الخلايا ديت بتبتدي تتفرغ من الدهون. طب حلو قوي. طب هل لما بتتفرغ من الدهون يعني بتفضى على طول مره واحده؟ لا، زي ما قلنا التدريج، حتى ربنا سبحانه وتعالى خلق جسمنا ليه ميكانيزمات معينه عشان تهيئ الجسم للتغيرات اللي بتحصل له. اللي بيحصل ان الخلايا الدهنيه لما بتتفرغ من الدهون بترجع تاني تملى مكانها ميه، عشان الجسم ما يخشش في حاله شك ان الدهون نزلت والخلايا الدهنيه فضيت مره واحده. لا، بيحصل زي احلال وابدال، الدهون بتبتدي تنزل وبدلها بتدخل مكانها ميه، زي بالظبط الناس اللي بيعملوا عمليات لايبوساكشن او شفط دهون، بيشفطوا، الدكتور بيدخل بيشفط الدهون اللي موجوده في الجسم ويبتدي يقول للمريضه البسي كورسي او مشد بعد العمليه. ليه؟ علشان يحجم الريتنشن او الميه اللي بتملأ الخلايا الدهنيه اللي هو لسه شافطها، يقلل التورم دوت. نفس الخلايا العاديه برضو هيها اللي بتبقى من غير لايبوساكشن بتفضى نتيجه اللايف ستايل موديفيكيشن، بتبتدي تعبي مكانها ميه. شايفين كده رقم واحد، الفيجر كده اللي قدامنا مكتوب رقم واحد، رقم واحد الخلايا فيها دهون، والبيشنت اللي واقف او الانسان اللي واقف وزنه ساي مثلا 100 كيلو، جينا الرقم نمبر 2 ابتدت الدهون تنزل وتعبي ميه، هو وزنه لسه 100 كيلو. اللي بعديه نفس الكلام، الدهون نزلت خالص وبقت كل الخلايا متشبعه بالميه او فيها ووتر ريتنشن او احتباس في الميه، والميزان يا اما نزل يا اما يمكن زاد شويه كمان. لو انت وقفت عند المرحله دي، لو وقفت عند المرحله دي وقلت الدنيا بايظه بايظه، خسرت اللي انت عملته كله. امهل جسمك وقت علشان يتخلص من الميه الزياده او الريتنشن اللي حصل، وهتتفاجئ ان الميزان نزل ولو بعد حين، لكن بالتدريج وبالراحه وواحده واحده من غير ما امشي ورا هوسوس الميزان. تمام دكتور، في معانا هنا سؤال بتقول انا شايله الغده الدرقيه وباخد دواء اللي هو اللي بيبقى بديل الهرمون، هل ينفع تزود الجرعه عشان تزود الحرق عندها؟ ابدا ابدا،
الدكتور بيحسب الجرعه المظبوطه على حسب كل حاله والتانيه. وتاكدي طالما انت بتاخدي الدواء السبلمنتر للغده يبقى انت رجعتي انسانه نورمال تاني. لا مسموح لك تلعبي في الدواء، ارجوكي ارجوكم يا جماعه بالله عليكم. ادويه الغده وادويه السكر والادويه اللي بتستخدم المس يوز للادويه ديت، يعني والله العظيم يعني فعلا جريمه. لا نستخدم ادويه مش بتاعتنا، مش حاله مرض، ولا العب في الجرعه ازودها علشان اخس. الدكتور هيظبط لك الجرعه على حسب الحاله بتاعتك وعلى حسب الوضع بتاعك، وصل الغده بتاعتك شال منها قد ايه او الديسفانكشن بتاعها قد ايه. لكن تزودي انت من عند نفسك عشان تخسي ابدا. ونفس الكلام بالنسبه لادويه السكر، من فضلكم يا جماعه عشان بيجي لي الموضوع ده كتير قوي، انا بلاقي ناس بتاخد ادويه سكر عشان تخسي. ايوه لو جلوكوفاج خدته قبل كده حموتك. طب يا دكتور في معانا برضو سؤال، وزني 56 وبعمل دايت وبتمرن ومفيش فرق، مش عارفه تنزل. عايزه تنزل، هي ممكن يكون ده وزنها اصلا، الوزن المثالي اللي الجسم مرتاح فيه. سنك قد ايه وطولك قد ايه؟ نزلتيهم ازاي؟ انت خسيتي من وزن قد ايه عشان توصلي لل 56؟ ما انت ممكن تكوني يا حبيبتي في نهايه الرحله بتاعتك، ممكن تكوني نازله من عالي قوي فالجسم ابتدى يخش في بلاتو علشان يحافظ على شويه الفاتس الصغننين اللي فاضلين. كذا سؤال عشان اعرف ارد على السؤال ده. تمام، مستنيين تفاصيل اكتر عشان نقدر نرد على السؤال. في فعلا سؤال لسه جاي لي حالا عن الدايت مع الرضاعه، وفعليا هي بتقول انا بنتي عندها 10 شهور وعايزه اخس مع الرضاعه، يعني هي مش عارفه محتاجه دايت يكون امن مع الرضاعه علشان كمان بنتها ما تاثرش، وهي في نفس الوقت الرضاعه بقى وبيقولوا بناكل الحلاوه الطحينيه عشان مدره للحليب والبيبي يقدر ياكل، فمحتاجين بقى فعلا نتكلم عن الرضاعه يا دكتور. تمام، اول حاجه ينفع اعمل دايت وانا برضع؟ مفيش مشكله، ممكن تعملي دايت وانت بترضعي، مع اخذ في الاعتبار عمر البيبي قد ايه، ما قبل الست شهور غير ما بعد الست شهور. البيبي اللي بيعتمد على الرضاعه فقط ما بيخدش اكل، المفروض ان البيبي ست شهور الاولانيين فيور رضاعه طبيعيه، ما فيش اي اكل من بره. الست شهور الاولانيين دولت ما بنقرص، بندي الاحتياجات اللي الطفل محتاجها وللام محتاجاها، وبيبقى ليها حسبه معينه. لكن ممكن تظبطي اكلك، ممكن تظبطي اكلك. بعد الست شهور الاولانيين بنبتدي ايه، نقدر نيجي على الطفل حاجه بسيطه، يعني مش بنيجي عليه 100%، المهم ان مفيش نقطه لبن تتاثر. طب ايه اللي بيأثر على يعني كميه اللبن او الكواليتي بتاعت اللبن؟ ان انا اكل حلاوه طحينيه والكلام والحلبه والكلام ده كله، الميه والسوائل، الميه ثم الميه ثم الميه ثم الميه. لازم تشربي ميه كويس وتشربي سوائل كويس علشان تقدري تخلي ادرار اللبن مع الساكنج او مع المص بتاع الطفل يفضل في صوره فلوينت وكويسه. طيب السعرات الغذائيه الناقصه قوي طبعا بتاثر كمان على الكواليتي بتاعت اللبن، ممكن تعملي دايت وانت بترضعي، لكن تبقي حريصه كويس قوي ان الطفل هو في المقام الاول وبعد كده اي حاجه تيجي. بالنسبة للرياضة، الرياضة ممكن تعمليها مع الرضاعة، بس في أنواع رياضة معينة طبعا ما بتتعملش في أول الولادة لو الولادة قيصرية. لكن النقطة المهمة جدا اللي لازم أشير إليها، إن لو أنت بترضعي افصلي الوقت اللي بتعملي في الرياضة عن وقت الرضع، لأن وقت الرياضة العضلات بتفرز اللاكتيك أسيد، واللاكتيك أسيد دوت بينزل في اللبن وبيمرر طعم اللبن. تخليكي كده مرضعة البيبي ونايم خلاص، أو خلاص أنت عارفة أنه هو مش هيرضع كمان ساعتين، وابتدي مارسي الرياضة بتاعتك لغاية لما يجي وقت الرضع اللي بعد كده يكون تأثير اللاكتيك أسيد دوت روح. تمام دكتور، هي رجعت ردت علينا السؤال بتاع وزني 56 وبعمل دايت وبتمرن. هي بتقول انا طولي 164، خست 6 كيلو ومن بعدها ثابته على كده مش عارفه تنزل تاني. بتعمل رياضه شكلها ايه؟ بتعمل رياضه فيها ويت ليفتنج او عضلات؟ ما هي ممكن تكون خست دهون وبتزيد عضل، وبالتالي الاثنين بيبقوا مخلين الميزان ثابت. حلها ان هي تعمل انبادي، لازم تعمل انبادي تشوف اللي بيطلع وبينزل معاها ايه. ممكن جدا تبقى ثابته وممكن تلاقي ميزانها زايد لانها بتعمل رياضه وبتعمل تمارين او بتروح جيم، وبالتالي الكتله العضليه بتزيد، وده يخلينا نرجع نقول ان الميزان مش انديكيتر. الميزان مش انديكيتر. تمام يا دكتور. انا كنت سالت حضرتك طبعا عن الميه، وحضرتك اتكلمتي وقلتي على اهميتها فعلا. طب عايزين الكميه
في ناس قالوا كل ما تزيد الكميه كل ما الوزن بيزيد، في ناس بيقولوا لا هم 8 كوبايات وكفايه كده، في واحده من الناس انا ما بحبش اشرب ميه، ما بحبهاش. يعني ايه طيب الحل يعني؟ هو كان في تشارت انا كنت حتى حاطاه عندي على الصفحه، ان كل عدد كيلوات في الجسم معينه بتقابلها عدد من كوبايات الميه اللي لازم تشربها خلال اليوم، من غير حسابات ومن غير فزلكه ومن غير كده. انت عندك 2 لتر ميه تخلصيهم خلال اليوم، 2 لتر دولت يعني تقريبا في حدود 10 كوبايات. اسهل طريقه عشان تفكري نفسك بالميه انك تربطيها بعاده يوميه بتعمليها. يعني ايه عاده يوميه؟ مفيش حاجه، مفيش عاده اهم من ان انت تكوني بتصلي، او ان انت تكوني مثلا بتكلمي حد في التليفون بطريقه منتظمه خلال اليوم. احنا بنتكلم في التليفون كتير جدا، لو انت بتصلي ويعني منتظمه في الصلاه على مدار اليوم، خلي جنبك في المكان اللي بتصلي فيه ازازه ميه، اول ما الاذان يقدم اشربي كوبايه ميه، وبعد ما تخلصي الفرض بتاعك اشربي كوبايه ميه، هتلاقي نفسك بمنتهى الاريحيه خلصتي 10 كوبايات من غير ما تحسي. في نظريه مهمه جدا، معلش مستر زيم، عايزه انبه ليها، ان الناس اللي بتقعد طول اليوم ما تشربش ميه وتيجي مره واحده تشرب ميه كتير 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 كتير، او زي في رمضان كده يصحى قبل الفجر يشرب كوبايه ميه كتير عشان تاني يوم ما يعطش. عارفين لما بنجيب عارفه البات بتاع النباتات واللي بيبقى جواه الطمي والنباتات، انت لو جبتي ايوه ازازه ميه ودلقتيها جوه البات، دلقتيها كلها ازازه ميه كامله، ايه اللي هيحصل؟ هتطلع من الناحية الثانية. هتنزل من الناحيه الثانيه. طيب لو هو نفس البات ونفس ازازه الميه وكل ساعه حطيتي بق صغير في بق صغير، ايه اللي بيحصل؟ ان الروتس هتاخد من الميه ديت وهي هل في ميه بتتمشى كده بتنزل؟ بالظبط، ما بتنزلش. لا طبعا او بتنزل حاجه بسيطه، هي دي اسمها بالظبط. نظريه الارتواء. نظريه الارتواء ان انت بتروي الجسم، يعني بتدي فرصه ان الميه تخش، يعني الجسم كله يستفيد منها، تغسل الخلايا وتغسل الكلى. يا فرحه قلبي ان انت تمسكي لتر ميه تشربيه بلا مره ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وبقيت اليوم انت قاعده ناشفه، قاعده جسمك بيصرخ. المفروض امتى بنشرب الميه؟ الميه ما بنشربهاش لما بنحس بالعطش. طالما حسيتي بالعطش يبقى انت ظلمتي جسمك وحرمتيه من الميه فتره اطول مما ينبغي. انت بتشربي ميه بصوره ريجولر علشان ما يوصلش لمرحلة العطش. ما بحبش أشرب المية، طعم المية بيضايقني، بيوجع لي بطني. يعني في فليفرز معينة ممكن تضيفيها طبيعية، أعتقد إن هي هتنفع ناس كتير، زي الليمون، مية الموارد، في حتى الفليفرز بتاعت الطعم، بتاعت طعم الفليفرز بتاعت الأطعمة، الفراولة اللي والباينابل بتبقى موجودة في السوبر ماركت. والفانيليا، والفانيليا بالظبط. تمام ولا فيها مشكلة الفانيليا؟ لا الفانيليا دي اكستراكت، ده طعم يعني نكهه، ما فيهاش اي مشكله خالص، بالعكس جربوا كده. انت شوفي الطعم اللي ممكن تشربيه على الميه ويبقى مستساغ بالنسبه لك، جربيه مره، جربي الاناناس مره، جربي اللوز مره، جربي ميه الموارد مره، جربي النعناع الاخضر او النعناع حتى اللي هو مش السيرب اللي فيه سكر، لا اللي هو روح النعناع، جربي تحطي طعم مختلف على الميه، هتلاقي فيه طعم منهم خلى الموضوع بالنسبه لك مستساغ واكتر. تمام. طيب في سؤال بتقول يا دكتورة أنا عملت كل أنواع الدايت وعملت رياضة وما خسيتش، هل أنا كده محتاجة أعمل تحليل؟ في تحاليل معينه بنبقى طالبينها طبعا، لازم نبقى يعني بنتشك كده حاجات معينه قبل ما بنبتدي الدايت، او لما بيقابلنا حاله زي كده، يعني لازم نطمن على الثايرويد بروفايل، ولازم نطمن على مقاومه الانسولين، ولازم نطمن على الانيميا، في حاجات فيتامين دي، في طبعا لسته من التحاليل اللي بنلجا لها سواء عشان نبتدي دايت بشكل عمومي. انا واحده من الناس بتحب تامن الجزء بتاع التحاليل دوت حتى لو ما فيش مشكله في خساره الوزن، وفي ناس تانيين لا، واحنا ماشيين كده لو قابلتنا مشكله نحلل. فهي لو فعلا جسمها معاند، حاجه من اتنين، يا اما عندها خلل معين في التحاليل بتاعتها، يا اما هي ماشيه على دايت مش مظبوط، دايت مش بيخليها تخس، سواء بقى كالوريك انتيك عالي، سعرات عاليه، سواء نوع دايت مش مناسب لجسمها. تمام. طيب سيدة مسنة عندها 63 سنة، يعني لو تحب تخس تعمل ايه يبقى ملائم لسنها؟ هو 63 دي مش مسنه، دي جميله، 63 دي حلوه خالص. ربنا يديك الصحة والله. ربنا يديك الصحه والعمر. مفيش طبعا، احنا خلينا متفقين مش هنقاوح الطبيعه، كل ما السن بيكبر كل ما الميتابوليزم بيقل، بس ما حدش قال ان هو بيتمنع. فاه ممكن تعمل دايت مناسب جدا، ومعايا حالات كتير اللهم بارك اللهم بارك، والله لو اطول اقول اساميهم من كتر فرحتي بيهم اقول اساميهم، بيخسوا وبيخسوا بانتظام، بس نو بين نو جين، هم بيجوا على نفسهم شويه بما ان السن اكبر شويه، فبيجوا على نفسهم شويه في الاكل، وبيجوا على نفسهم شويه ان هم يقوموا ويهموا ويتحركوا، وفعلا بيخسوا. تمام. بالنسبة للصيام المتقطع وده موضة العصر،
بيقولوا ان هو فظيع وسحر، انا جربته فتره والله وكان حلو فعلا يا دكتور، بس هل هو امن؟ الصيام المتقطع مش نوع دايت، الصيام المتقطع تنظيم للاكل بتاعنا على مدار اليوم، بدل ما بتاكلي اكلك على مدار اليوم وتخلي الانسولين بيطلع كتير 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 طول اليوم، لا بتحدديه في وقت معين، هو مش سحر ولا اي حاجه خالص، هو ما هو الا عمليه ريجوليشن بنلجا لها عشان نغير الروتين اللي الجسم ماشي عليه، امشي عليه مده طويله ويبقى على طول؟ لا ما ينفعش، ازود عدد الساعات كنوع من انواع الشطاره؟ لا بالنسبه للسيدات خاصه، لان لما بتزودي عدد ساعات الصيام المتقطع عدد ساعات الصيام عفوا خلال اليوم بيعمل هرمون الامبالانس مش مظبوط، مش مطلوب خالص بالنسبه للسيدات، فيعني الاعتدال في الموضوع ده. انا بحب مثلا يعني لما امشي عليه ناس يمشوا عليه مثلا شهر ونوقف شهر، اسبوعين ونوقف اسبوعين، هو مش نوع دايت، هو تنظيم مختلف عن العادة اللي احنا متعودين عليها على مدار اليوم. تمام. طيب في برضو سؤال، انا مش عايزه اخس نهائي، بس هي عايزه اماكن معينه في جسمها، فهل في دايت بيقدر ان هو يعالج الاماكن ديت؟ لا لان مفيش في دايت ممكن بيخسس، اتفضل مفيش دايت يعالج. بيخسس منطقة معينة في الجسم، ده من خدعوك فقالوا، مفيش حاجة اسمها دايت للكرش، الكلام ده يعني خزعبلات. في دايت يخسس الجسم كله، طب انا خسيت ومش عايزه اخس، بس انا عندي بطن مضايقاني، انا منطقه الدراعات عندي مش عاجباني، انا اي منطقه بقى ايا كان، مفيش حاجه اسمها دايت للمنطقه ديت. لكن بما انك وصلتي لبادي ماس اندكس محترم، يعني وصلتي لوزن مثالي او وزن انت راضيه عنه، في حاجات ممكن تساعدك ان انت تخسي في المناطق اللي مضايقاكي دي، منها الاجهزه بتاعت الكرايولايبوليسيس او اللي هي منطقه اجهزه تجميد الدهون، منها الميزوثيرابي اللي هي حقن للمناطق ديت بكوكتيلز معينه بتساعد على اذابه الدهون في المنطقه الموضعيه ديت، ومنها مثلا كمان ويعني شوية شوية نقدر نقول ان في رياضة ممكن تساعد ان هي تشد منطقة معينة، مش تخسس. يا جماعة في فرق كبير ما بين ان انت تخسي وان انت تعملي ري شيبينج. ري شيبينج يعني ايه؟ يعني بتعملي اعادة تشكيل تخزيع للجسم، للدهون. ايوه بالظبط. اعادة تشكيل للجسم، تظبيط العضلات بتاعتك في المنطقة ديت، ولما العضل عارفة الفريم بتاع الصورة، الفريم اللي بيشد الصورة، بالظبط. العضل بيبقى عامل كده بالظبط، فريم بيشد الصوره، لما الفريم بيبقى مشدود قوي 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 ممكن دهونك ما تكونش نزلت، لكن العضل خلى فيه هيكله شويه لمنطقه البطن او اي منطقه ايا يعني كانت، فالدهون ما بقتش زي الاول باينه. دكتور هو في وقت معين، هل مثلا انا بدأت العب رياضة في وقت معين، او تقدري مثلا نقول ايه، لا انت بعد شهر يبتدي الرياضة تبان عليكي، امتى لما نلعب رياضة يبتدي يبان علينا بجد؟ من شخص للتاني وحسب نوع الرياضه اللي بيمارسها، كارديو ولا تمارين مقاومه ولا شيل اوزان ولا ايه الرياضه اللي بتعمليها، ما انت ما تستنيش النتيجه اللي جايه من انك بتمشي مشي خفيف او مشي يعني تريض لحد تاني بيشيل حديد او حد بيعمل مثلا ويت ليفتنج او تمارين مقاومه او ايا كانت. لكن بشكل عمومي الرياضه من الحاجات اللي بتجيب نتيجه على اللونج ران، على المدار الطويل، يعني بلاش حكايه ان انا ابقى بدفع اشتراك الجيم لمده شهر وبعد الشهر ما حسيتش ان شكل جسمي اتغير يبقى الجيم ده نصاب او الكابتن دي مش بتفهم. يعني بالاستمرار وعلى مدار، في ناس بتوصل بعد سنه سنتين، على حسب السن وعلى حسب راجل ولا ست وعلى حسب انت بادي الرياضه بتعمل رياضه وانت وزنك قد ايه. تمام. طب احنا فعلا عرضنا المشكلة وعرفنا الأخطاء اللي بنعملها، طب نبتدي بقى عايزين نعالج، عايزين نعرف بقى أول حاجة فعليا احنا بنحارب، وكل مشكلتنا بتتلخص في الجوع، جوع بقى حقيقي، جوع تعود، يعني هل فعلا في كلمة ان هو لا انا عشان متعودة آكل لكن الجوع ده مش حقيقي، يعني مش انا مش جعانة بس انا زهقانة في كده؟ ايموشنال ايتينج، طبعا ايموشنال ايتينج، كلمه تمام. ايموشنال ايتينج ديت هي اس البلاء في كل حاجه. عارفه لو احنا بناكل عشان احنا جعانين بس ما كانش حد فينا هيبقى تخين خالص، احنا بناكل عشان زهقانين، احنا بناكل عشان فرحانين، احنا بناكل عشان زعلانين، احنا بناكل عشان قاعدين في البيت ما خرجناش، احنا بناكل عشان خرجنا بره مع اصحابنا، احنا بناكل وخلاص، جعان مش جعان انا باكل. الايموشنال ايتينج هو الزتونه بتاعت الموضوع. الفكره بقى ان انا يعني عشان اطلع من قصه الايموشنال ايتنج دي محتاجه تمرين كتير، ومحتاجه ان انا اوجد لنفسي بدائل واوجد لنفسي
حاجات ات هاند تخليها تلحقني. يعني انا داخل المطبخ زهقان بالليل ومش عارفه اعمل ايه، لازم يكون عندك في الثلاجه زي ما قلنا، او في الدولاب بتاع المطبخ حاجات امسكها اكلها، هلاقي نفسي خلاص. يعني انا ما كنتش جعان اصلا، انا كنت بس بلقط. القط دي بقى هي اللي بتفرق معايا. تمام. طب عايزين حضرتك تقولي لنا بالظبط ايه المجموعات الغذائيه اللي اكلت منها كتير ما تضرش وهتشبعني، ايه اللي اخد منها بحدود، ايه اللي ممكن تبعد عني احساس الهبوط. فحضرتك ممكن تقولي لنا بالظبط ايه الاكلات او ايه الاطعمه اللي متاحه ان انا اخدها بحيث هاخد منها فايده وبرضه هتبقى معايا تمام في الدايت. تمام، مفيش حاجه اكل منها كتير وعادي يعني الدنيا تبقى زي الفل. هو كالوريك انتيك، انت بتاخدي كميه سعرات معينه، بس لما بتاخديها من حاجه زي الخضار مثلا بتديكي كميه اكبر. لكن هل معنى كده ان انا مثلا ممكن اكل على الغدا حله خضار مطبوخ واقول الخضار معايا؟ مفيش مشكله، الاعتدال في كل المجموعات الغذائيه مطلوب. لكن طبعا في مجموعات يعني بنحب ان احنا نقلل منها شويه، نقلل منها مش نمنعها. انا ضد تماما ان انا اقطع مجموعه زي النشويات مثلا، يعني ربنا خالق جسمنا بياخد الطاقه بتاعته من النشويات، ما اجيش انا اقول والله انا مش هاخد الطاقه من النشويات وهاخدها من حاجه تانية. لا بالعكس، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، من كل المجموعات الغذائيه ناكل باعتدال. بس ده ما يمنعش ان يبقى في عندنا حاجات كده ايه طلقيت نخليها جاهزه عندنا زي المكسرات مثلا، وبرده مش بافراط. يعني ما احطش قدامي مثلا طبق مكسرات واكل اكل اكل من غير حساب، هو دهون صحيه بس ستيل دهون، يعني هي لسه دهون وليها يعني سعرات عاليه مش قليله. لكن في حاجات مثلا فيها فايبرز، يعني ممكن اخد فشار، الفشار فايبرز بتاعته كويسه جدا يعني غني بالالياف وسعراته مش عاليه. الترمس، الحمص، هل مثلا اكل منهم بكميات مفتوحه علشان خلاص الدكتور قال دولت سناكس او طلقيط صحيه؟ ده اعتدال، ده اعتدال. الخضار متقطع، في ناس بتعتمد ان الفاكهه ديت حاجه صحيه جدا واخد منها بكميات. يا جماعه الفاكهه سكر، سكر فركتوز، وسكر الفركتوز من السكريات اللي مش لطيفه قوي، يعني عشان بس من يعني ما نتعاملش معاها على انها يعني ناكل منها، ما هي حاجه فاكهه مغذيه وصحيه. لا ده اعتدال، ده اعتدال. البروتينز من المجموعات الغذائيه اللي ممكن يعني تكون امنه شويه، بس برضو مش هناخد منها بافراط، لان الافراط في البروتين ليه اضرار اخرى. لكن ما يمنعش ان انا لو جعت ارمي على مجموعه البروتين شويه، يعني اخد زبادي يوناني مثلا، او مثلا اقلي بيضه مثلا، او اخد مثلا تونه، او اخد مثلا فراخ مسلوقه او مشويه. الحاجات دي ممكن تدي احساس بالشبع اكتر، لان البروتين صعب في ان هو يتهضم، ما بيتهضمش بسهوله، فبيقعد في المعده اطول، وبالتالي بيدي احساس بالساتايتي او بالشبع مده اطول. وفي نفس الوقت كمان من الحاجات اللي طبعا اساسيه في بناء العضلات، هو اساس بناء العضلات، وفي نفس الوقت كمان الكالوريز بتاعته ما بتبقاش جانحه قوي زي النشويات وزي الفاكهه والسكريات. تمام يا دكتور، نفسنا بقى راحت لحاجه حلوه وانا في نص الطريق ومحتاجه اي حل علشان ما ارجعش ابتدي من الصفر تاني او احس بالذنب فابوظ كل اللي انا عملته وانهي. ايه بقى الحاجات اللي حضرتك تنصحي بيها تقدر تفيدني لما ابقى حاسه فعلا ان انا عايزه حاجه حلوه؟ تمام، حاجة حلوة مش حرام، ما ربنا ما فيش حاجة في القرآن ولا في السنة بتقول إن الناس ما تاكلش حاجة حلوة، الحاجة الحلوة موجودة وربنا محللها لنا ناكلها، الفكرة ناكلها إمتى وقد إيه؟ ناكلها بعد وجبة كاملة، ده كده تمام 100%، بس مش كل يوم، ما أنا ما ينفعش كل يوم أبقى بتغدى وبحلي مستني إن أنا أخس. أنا بتكلم مش على الناس اللي ماشية على لايف ستايل بتثبت وزنها، أنا بتكلم إن أنا دلوقتي عندي رحلة وعندي هدف وعايز أخسر الوزن. نو بين نو جين، ما جيتيش على نفسك مش هتخسري وزنك، فانت لازم تيجي على نفسك ان انت ما تاكليش الحاجات الحلوه باستمرار. لكن اتس اوكي ان انت مثلا يوم او يومين في الاسبوع تاخدي حاجه حلوه بعد الغداء كميه صغيره منها وتكوني شبعانه. طيب لا خلاص، انت استنفذتي كل الحاجات الحلوه وخلاص، اتس تايم بقى ان انت فعلا فعلا تقاومي. هقول لك على حاجات معينه تساعدك ان انت تقاومي. ان انت تشمي الفانيليا السايله من الحاجات اللي بتسد النفس جدا. فاكرين لما كنا نيجي نعمل كحك كتير 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 ومن كتر ما انت واقفه في المطبخ بتعملي كحك، مش لما يرين بتشمي ريحه الفانيليا كتير كتير ان انت خلاص عملتي الكحك مش قادره تاكلي منه؟ اه فعلا دي حقيقه، ما بقاش قادره احط اي حاجه حلوه ولا خلاص. بناكل برضو؟ لا لا ما بنقدرش فعلا، دي حقيقه. الفانيليا السايله، الفانيل دايما اللي يقف في المطبخ او اللي يعمل الحاجه لما بيشمها كتير نفسه خلاص بتروح منها. فالفانيليا السايله من الحاجات اللي لما بتشميها يعني خلاص انا كلت حاجتي كلها او شربت حاجتي كلها وخلاص الحلو بتاعي بتاع اليوم الفرص بتاعتي خلصت، وحاسه ان انا لا محتاجه اكل حاجه مسكره، اعملي كوبايه لبن دافيه وحطي عليها شويه قرفه ونقطه فانيليا واشربيها وشمي الفانيليا، هتلاقي نفسك الى حد كبير جدا خلاص زي ما بيقول لك موعد مش عايزه تاكلي حاجه حلوه تاني. تمام؟ تمام.
برضو من الحاجات اللطيفة اللي بتسد النفس شوية وبتضيع الإحساس بإنك عايزة تاكلي حاجة حلوة، زبدة الفول السوداني. هي زبدة الفول السوداني ما هي إلا سوداني ومعمول بيست دهون، ودهون بتاخد وقت طويل عشان يعني تتهضم، فبيدي إحساس بالشبع، ولو عليه شوية عسل كمان بتبقي خلاص أخدتي احتياجك من الحاجة المسكرة، فنفسك بتتسد. الدهون والحاجه المسكره والدهون ديت قللت امتصاص السكر اللي موجود في العسل او السكريات اللي موجوده في العسل، فتبقى جمعتي ما بين الفايدتين، خدتي حاجه مسكره وكمان في نفس الوقت سديتي نفسك مش عايزه تاكلي حاجه تاني، لان فعلا زبده الفول السوداني اللي بياكلها يبقى عارف ان هي قد ايه بتسد النفس. تمام؟ تمام. حاجه تانيه ممكن تلجئي لها كمان انك تاخدي زبادي. في حاجه كده كنت بقولها للبنات اللي بيتابعوا معايا، يعني حاجه اسمها جار اوف هابينس او برطمان السعاده. برطمان عادي فاضي، حطي فيه شويه زبادي يوناني، حطي عليه شويه شوفان متحمص، شويه معلقه عسل صغيره، وشويه مكسرات توستد، ويعني حبه فاكهه صغننين محطوطين على الوش، فاكهه مجففه او حتى فاكهه فريش، وكل البرطمان ده مشبع جدا، في كل العناصر الغذائيه اللي الجسم محتاجها، وبيدي احساس ساتسفاينج جدا ان انت كلتي حاجه مسكره، فخلاص الاحساس بالجوع دوت او الاحساس بالنهم من الحاجه المسكره تقريبا بيروح بعدها على طول. تمام. حضرتك بقى بالنسبه لان احنا بنقول انا بجوع او بدوخ، حضرتك كنت قلتي ان الانسولين ليه علاقه، ممكن حضرتك تفهمينا بالظبط ايه موضوع الانسولين وايه اللي بيحصل بالظبط في جسمنا؟ تمام. الانسولين دوت عباره عن هرمون بيفرز من الجسم لما بيبقى خلاص السكر بتاع الدم بيعلى. احنا بنسمي الانسولين ده الشيال، الكارير. يعني ايه شيال؟ دلوقتي انت بتاكلي حاجه مسكره، تمام؟ تمام، على طول بتروح اشارات للمخ، يبعت اشارات للبنكرياس طلع انسولين. الانسولين يطلع في الدم يلاقي الجلوكوز اللي انت واكلاه، يشيله على ظهره ويروح يخبط على الخلايا عشان يدخل الجلوكوز ده جوه يحرقها فيعمل نشاط وطاقه. الفكره بقى ان في ناس كتيره جدا بتاكل كميه سكريات عاليه قوي قوي قوي، فبتطلع الانسولين عالي قوي قوي قوي، فبيحصل انسولين شوتينج، وتبتدي تخش في دايره ان انا على طول عايزه اكل حاجه مسكره، على طول حاجه مسكره، على طول حاجه مسكره. في اجسام وفي حاله شائعه جدا او يعني حاله مرضيه يعني او حاجه زي بري دايابيتك او ما قبل الاصابه بمرض السكري اسمها مقاومه الانسولين، ان الخلايا ما بترضاش اصلا تفتح الباب للانسولين اللي شايل الجلوكوز، وبالتالي يحصل اكيوميليشن او تراكم للانسولين بالجلوكوز في الدم، ويدي احساس او يدي في القرايات ان السكر بتاع الدم عالي والانسولين عالي. دوت بنعرفه عن طريق تحليل اسمه الهوما اي ار، ومهم جدا جدا ان احنا نعالج مقاومه الانسولين باللايف ستايل قبل ما نعالجه دوائيا. هو ليه علاج دوائي طبعا، لكن بيتصلح كتير جدا بمجرد تظبيط اللايف ستايل بالانتظام على الرياضه بطريقه معينه وتقليل النشويات وتنظيم الوقت بتاع الاكل، التايم انترفل ما بين كل وجبه والتانيه، ليه يعني سحر واكشن رائع في ان هو يقلل مقاومه الانسولين ويعالجها. طيب، فعلا احنا الفتره دي ما بين الصيام المتقطع وبين الكيتو دايت، فهل فعلا الانظمه دي فعاله يا دكتور؟ في انواع، في دايت، الدايت حاجه، يا اما الدايت التراديشنال اللي هو التقليدي او الدايت المتزن او الدايت اللي بيعتمد على تنظيم السعرات اللي داخله والسعرات المستهلكه، ده البالانس دايت العادي بانواعه، اللو كارب بقى بالهاي بروتين، ايا كان بقى النوع اللي هو الدايت المتعارف عليه. في انواع تانية اسمها الفيد دايت او دايت التقليعه. دايت التقليعه ديت يعني دايت مش من الدايتس، مش من المكونات بتاعتها، حاجه الجسم سوري الناس متعارف عليها فيها. يعني مثلا حد زي دايت زي الكيتو دايت، ده في الدايت ان هو بيعتمد ان هو يحول مصدر الطاقه من النشويات للدهون من الاقصى اليمين لاقصى الشمال، بغض النظر عن الكيتو دايت وما له وما عليه، لانه بيستخدم مع حالات معينه لازم يستخدموا الكيتو دايت، زي مثلا الاتكنز دايت، زي الدوكن دايت اللي هو بيستخدم البروتين بصوره عاليه جدا جدا ويقلل برضو النشويات للمينيمم او ياخدها من مصدر معين بصوره معينه. الفيت دايت دي ينفع نستخدمها؟ ينفع نستخدمها، بس بشرط يعني لكسر بلاتو تحت اشراف طبيب، بعد ما الدنيا تبقى متظبطه في التحاليل ونبقى عارفين ان الجسم دوت مؤهل ان هو يستخدم الدايت ده، ومش على طول، مش على طول، لان هو مش
مش حاجه نورمال. ربنا خلق الجسم وعارف الميكانيزم بتاعه، قال لنا كل واحد اتنين تلاته اربعه، مش حاجه انا اقول لا والله انا قادره الجسم ده بيمشي ازاي وهقول لا انا هغير من ده لده. ف البالانس دايت هو اهم دايت ممكن نمشي عليه، بس يعني ايه نصبر عليه شويه. تمام دكتور، في هنا سؤال عايزين اسم تحليل مقاومة الأنسولين، ايه اسم التحليل؟ الصوت راح يا ريم. ايوه دكتور، في سؤال معانا عايزين اسم تحليل مقاومة الأنسولين، اسم التحليل بتاع مقاومة الأنسولين. سمعاني دكتورة هبة؟ OMA-IR، اكتبه لهم بعد كده في اللايف في الكومنتس. اه سامعاكي بس الصوت متاخر. تمام هنكتبه ان شاء الله في الـ في الـ في الشات بوكس او على الفيسبوك، هنكتب اسم التحليل. طيب لسه فعلا جاي لنا سؤال، موضوع الكمون بالليمون والجنزبيل على البقدونس واللي المشروبات الكتير والخلطات الكتير، هل فعلا هي ليها مفعول؟ وكوبايه الزبادي بالليمون قبل النوم مش قادره اقول لك عملت معايا ايه. احنا عايزين، وطبعا بتختلف بقى من واحده لواحده والتجويد بيزيد، عايزين نعرف الرد القاطع فيها يا دكتور اسر. خدعوك فقالوا الزبادي بالليمون بيخسس. انا ما فيش اي نوع من انواع البيبرز اللي قالت الموضوع ده، دي حاجه طلعت كده شخصيه قالتها وانتشرت زي السحر والناس كلها بقت تمشي، وبقت في ناس تقول لك والله خسسني. غالبا اللي بيمشي على الزبادي بالليمون ده ما بيكونش عاكك طول اليوم، لا ده هو داخل في البابلز بتاعت الدايت اللي اتكلمنا عليها واوريدي مظبط الاكل بتاعه، فبالتبعيه بيخس، بس هو رابط ده بالزبادي بالليمون، هو خلاص عارف ان انا باخد زبادي بالليمون هو ده اللي خسسني. مفيش الكلام ده خالص، الموضوع ملوش اي علاقه. الزبادي بروتين حلو ان احنا ناكله بالليل، لكن زبادي بالليمون مفيش حاجه اسمها ان باكل ده بالليل قبل ما انام عشان اخس، اصله بيحرق الدهون وانا نايم. الكلام ده مش يعني مش مظبوط خالص. خدعوك فقالوا ما تشربش ميه وسط الاكل، اشرب ميه في اي وقت، الميه دي تتشرب في اي وقت، قبل الاكل وبعد الاكل ووسط الاكل، وما بتعملش كرش. مفيش حاجه اسمها الميه في وسط الاكل بتعمل كرش يا جماعه، احنا جبنا الكلام ده منين؟ مفيش الكلام ده. أعشاب بتعلي الحرق، القهوة الخضراء، الكمون بالليمون، مش عارفة الجنزبيل والإيه، الحاجات دي يعني ضرها أكتر من نفعها. ناس كتيرة جدا اتعرضت لمشاكل والتهابات في الجهاز الهضمي بسبب الحاجات دي. هي أعشاب طبيعية أوكي مفيش مشكلة، أو توابل أو whatever يعني ممكن تتاخد في صورة طبيعية، لكن ما بقاش معتمد عليها إن أنا أخس إن أنا كل يوم أخد كمون بليمون بجنزبيل، الخلطة الفظيعة بالقرفة، الحاجة يعني أنتوا بتعذبوا نفسكم، ما كانش حد غلب والله، لو بدليل إن في ناس كتيرة جدا مشيت عليها وبترجع تاني تزيد في الوزن. أيوه بالظبط. تمام خدعوك فقالوا، أنا مش عايزة أقول تريد نيمز، لكن مفيش الاكل الخدع التجاريه تحت مسمى دايت ولايت كتيره جدا جدا. البسكوت الدايجستيف بغض النظر عن الماركه بتاعته ايه، بيخسس، اصله دايجستيف اصله شوفان، يا فرحه قلبي. اقري كده بس الليبل اللي ورا وشوفي كميه الزيت النخيل اللي موجوده فيه، وشوفي السكر اللي موجود فيه قد ايه، وشوفي سعراته قد ايه. مين قال انه عشان معمول من شوفان يبقى بيخسس؟ ومين قال ان الشوفان بيخسس اصلا؟ ما هو نشويات، نشويات معقده والجلايسيميك اندكس بتاعها قليل، بس ما يمنعش ان هي نشويات. الدايت دايت كولا او دايت وات ايفر الفيز درينكس الفيزي درينكس الدايت هي كلها اسبرتام، كلها سكر دايت، بيزود الوزن بطريقه ان دايركت، مش 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 بطريقه مباشره، مش هو ما فيهوش سعرات، هو زيرو كالوري لكن هو بيزود الوزن بطريقه غير مباشره، ناهيك طبعا عن الاضرار الفظيعه اللي معاه. الشيبس اللي موجوده في السوق اللي هو بيكت مش 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 مقلي، اصل هو مخبوز مش عارف ايه، راح ولا جه نشويات وفيها فليفرنج ايجنتس كتيره جدا ونكهات صناعيه وبريزرفاتيفز كتيره، وكل ما هو مقفول ومن صنع الانسان احنا ما ينفعش نفرط فيه باي صوره من الصور، فبلاش ننساق ورا كلمه اصله دايت اصله دايت. تمام بالنسبه لسكر الدايت يا دكتور، هل انا فعلا لو منعته خالص كده انا ابقى شاطره بقى واخس بسرعه، ولا ملوش علاقه؟ يعني لو سكر منعت السكر الدايت ولا السكر العادي؟ لو منعت السكر الدايت كمان، قلت لا انا هاخد الشاي من غير كمان سكر دايت، هل فعلا يعني هل السكر الدايت بيكون هيعطلني شويه في المسيره بتاعتي، ولا ايه ابعاده يعني بالنسبه للسكر الدايت؟ تمام، هو في دلوقتي جدل مثار حوالين السكر الدايت معانا ولا مش معانا، نستخدمه ولا ما نستخدموش. خلينا نقول ان الافراط في كل شيء غلط، ما ينفعش ابقى معوده
التيستنج بادز بتاعتي او براعم التذوق بتاعتي على مستوى عالي جدا من السكر، وانا باخد السكر دوت من حاجه صناعيه زي سكر الدايت. تمام. طيب ايه المشكله في السكر الدايت؟ ايه، ما هو زيرو كالوري، ما اخد منه زي ما انا عايزه. اولا انت بتتلفي براعم التذوق بتاعتك، انت على طول حاسه انك انت بتاخدي حاجه مسكره، فعلى طول مربيه لسانك انك انت بتاخدي سكريات عاليه، عالي في عالي في عالي في عالي، هتلاقي نفسك انت ما بتعرفيش تستطعمي الحاجه غير سكرها عالي. ده غير كمان ان فاكره هرمون الانسولين اللي انا لسه قايله لك عليه، لو انت بتاخدي حاجه مسكره وصلت لسانك ان هي مسكره، اشاره بتروح للمخ من غير ما يكون اوريدي فيه جلوكوز دخل او سكر دخل، بتقول له الحق ده فيه سكر داخل، هو بس استطعمه لسه ما ادركش ان هو مش حقيقي، وبالتالي بيفرز، بيروح اشارات يطلع هرمون الانسولين، يطلع هرمون الانسولين في الدم ما يلاقيش لا فيه جلوكوز ولا اي حاجه خالص. وجود هرمون الانسولين في الدم من غير ما يكون في جلوكوز دي بقى مشكله تانيه خالص، بيزود مقاومه الانسولين وبيعمل بلاوي سودا بقى تانيه. تمام. نصايح حضرتك معانا. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا معانا اسئله كتير، يعني انا عندي سؤال دلوقتي هناخده كده في عجاله. عايزين حل الامساك ضروري وعسر الهضم، انا بشرب ميه كتير وباكل خضار كتير بس مفيش فايده. بتمشي؟ من الحاجات المهمه جدا اللي اثارت مؤخرا ان المشي او ان انت تحركي جسمك ده علاج مهم جدا للامساك. والامساك منه نوعين، يا اما نوع مرضي يا اما نوع بالهابت او بالعادات، يعني مثلا ما اكلتيش خضار كتير، ما شربتيش ميه كتير، ما مشيتيش كتير، كل الحاجات دي كلها بتاثر طبعا في الامساك. بس في نوع مرضي، فاحنا لازم برضو نلجا لدكتور بطن عشان يحدد لنا الامساك المزمن اللي عندي ده مرضي ولا بيتصلح بالعادات. لو ما بتمشيش انصحك انك تمشي الحركه المنتظمه. سبحان الله، المشي جسمنا ده ما اتعملش عشان يبقى قاعد سيدنتري في مكانه او قاعد ما بيتحركش، احنا جسمنا ده معمول للحركه. من الحاجات اللي بتحسن جدا الامساك فعلا الحركه. جربي كده امشي وقولي لي الاخبار ايه. هي يا دكتور هي فعلا ردت وبتقول انا فعلا بمشي بعمل رياضه كل يوم. يبقى لازم تلجا لدكتور بطنه تشوف سبب الكرونيك كونستيبيشن او الامساك المزمن ده ايه. تمام يا دكتور. وعايزين كمان نصيحه في برضه سؤال بيقول طب انصحينا بنوع دهون، نستخدم سمنه ولا زبده ولا زيت؟ لان في ناس فعلا فجاه كده قالوا ان السمنه البلدي الاصليه لا ما بتخنش. براحتك، كلي بالمعلقه. بحساب بحساب. اولا الدهون نوعين، الدهون الطبيعيه والدهون المصنعه. اي حاجه البني ادم تدخل في صناعتها اعرفوا ان هي مش مظبوطه خالص ومضره تماما، بما فيها بقى الزيوت المهدرجه والسمنه الصناعي والمارجرين والحاجات النباتيه، كل ده اردمي عليه. كل الحاجات دي مضره واضرارها كتيره جدا، يعني لو اتكلمنا عليها لبكره مش هتخلص. لكن الحاجه اللي جايه من الطبيعه ديت احنا ما فيش مشكله نستخدمها، بس ناكلها بالمعلقه؟ ناكلها بكميات؟ اكيد لا، ما هي دهون سعراتها عاليه هتروح فين. بس انا ما عنديش مشكله خالص ان انت الصبح قايمه وعامله دايت وماشيه في نظام سعرات معينه انك تاخدي البيضه بتاعتك مقليه بدل ما تاخديها مسلوقه. ليه تزهقي نفسك بالمسلوق؟ لكن بقدر، تحسبي الدهون اللي انت واخداها على مدار اليوم وتحسبي الحته بتاعه السمنه الصغيره اللي هتقلي بيها البيضه ديت من ضمن الدهون. سمنه اوكي، الفلاحي او الطبيعي، الجاموسي، البقري، زيت الزيتون ما فيش مشكله، الافوكادو من مصادر الدهون الكويسه جدا، المكسرات ما فيش مشكله، الدهون الصحيه كلها ناخدها وذين الكالوريك انتيك بتاعنا او الحسابات بتاعت الكالوريز بتاعتنا على مدار اليوم. تمام. نصيحه حضرتك توجهها لنا. بالراحه على نفسكم، اللي زاد في سنين مش هيتخسر في شهر ولا اتنين. بلاش الاستعجال، الاستعجال بيخلينا ناخد طرق غلط. احسبي سعراتك كويس كل يوم لو انت ماشيه على نظام سعرات. خلي الكواليتي بتاعت السعرات كويسه. انت ممكن تاخدي سعراتك كلها في وجبه واحده جانك فود وتقولي انا ما بخسش. السعرات بتاعتك شوفي الكواليتي بتاعتها ايه. نظمي الوقت بتاع الوجبات بتاعتك، الرياضه المعقوله اللي من غير اي اكستريمز عشان تقدري تكملي. اشربي ميه اشربي ميه اشربي ميه. ما تحرميش نفسك ابدا من الاكل بتاع البيت. انا مش بقولك ما تحرميش نفسك من الـ انا مش عايزه انت تاكلي لوحدك وبيتك وجوزك واولادك بياكلوا لوحدك. كلي من الاكل، قله الاكل ما بتخسسش، بالعكس قله الاكل بتطخن. قله الاكل بتدخل الجسم في مرحله ان هو داخل في ستارفيشن، فبيعندك اكتر وبيفضل متمسك بالدهون بتاعته اكتر. وقعتي ما جراش حاجه، قومي وكملي، ما تقفيش عند نفس المنطقه بتاعت انا فاشله انا مش قادره اخس، لان ال 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 الرحله مش قصيره. عمليه خساره الوزن مش عمليه سهله، والا ما كانش بقى فيه كل الجدل اللي احنا فيه ودكاتره اخصائيين تغذيه ومنتجات وجيمات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. العمليه عمليه محتاجه صبر ووقت،
وان انت ما تبصيش للميزان، بالله عليكم الميزان، الميزان بلاش الميزان، خلي الميزان كده على جنب، خليكي في المزوره او خليكي البنطلون ضيق عليكي قوي او تي شيرت ضيق عليكي قوي، قيسيها قيسيها من وقت للتاني، وبالراحه على نفسكم، ما تجلدوش نفسكم، انتوا بشر مش آلات. انا حابه اشكر حضرتك يا دكتوره جدا جدا، فعلا حضرتك افدتينا وشرفتينا جدا بوجودك معانا في أنا محاضره النهارده، وميرسي جدا لحضرتك. وبكده بنكون وصلنا لنهايه محاضرتنا النهارده الحقيقه بسرعه جدا، فعلا احنا كنا محتاجين وقت اكتر والاسئله كتير. انا بعتذر ان انا في اسئله ما قدرتش اخدها للاسف، ان انا جيت خلاص الوقت انتهى، بس هو فعلا كان موضوع مهم وشاغل كتير جدا مننا. وفترة الأخيرة بقى فيه شكاوي كتيرة جدا من الركب وألام الظهر، طبعا توابع كوفيد 19. فاحنا كده بتهيألي هنبتدي صفحة جديدة إن شاء الله، بإذن الله نقدر نمشي على الطريق الصح، هنلتزم بالدكتورة تكرمت وقالت لنا عليه، وهنبعد برضو عن اللي نهتنا عنه. أنا بشكر حضرتك جدا جدا يا دكتورة، وبذكر بالضغط على الرابط، ربنا يا رب يبارك فيكي، بذكر بالضغط على الرابط الظاهر في الشات بوكس في الزوم، وكمان من خلال التعليقات على صفحة فيسبوك مدرسة قلعة العلم العالمية، الرابط هنستقبل آرائكم، وكمان هتقدروا تحصلوا على شهادة لحضور المحاضرة. أنا بشكر كل من شرفنا بحضوره وأفدنا بتعليق، وأتمنى كمان نكون نحن أفدناكم بالمحتوى وقدرنا نرد على الأسئلة اللي جات لنا بالطريقة اللي تفيدكم. وحابة كمان أنوه عن حاجة ومفاجأة جاية لنا إن شاء الله بإذن الله، إنه بما إننا كتير مننا بيعاني من تصرفات أطفالنا، وأنا بالأخص جات لي شكاوي كتير جدا من أمهات الطالبات اللي عندي، إن هم بقوا العند زايد قوي، كيرلس، ارتباط بالأجهزة الكهربائية بزيادة، اللي هي بقى الإلكترونية، أقصد التابلت والكمبيوتر واللابتوب والكلام ده، دي شكوى بقت عندنا كلنا. فحابة أقول مفاجأتنا إن شاء الله يوم السبت القادم هتكون في محاضرة جديدة مع لايف كوتش مروة أبو سعدة، في موضوع مهم جدا جدا هنناقش فيه إزاي بقى هنقدر نتعامل مع أولادنا بالطريقة الصحيحة اللي بيها لا نخنقهم زيادة ولا نسيب الموضوع مفتوح بالطريقة دي. وبكده هنقول خليكوا دايما مستنينا، ودايما خليك إيجابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالسلامة.